الأمم المتحدة ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني بفعالية رسمية للمرة الأولى منذ عام 1948، ودعي جميع أعضاء الأمم المتحدة ومراقبيها إلى حضور هذا الحدث، وهو أمر لم يعجب الاحتلال. فحاولت إسرائيل عن طريق سفيرها في الأمم المتحدة الضغط على الدول الأعضاء لحضها على عدم حضور هذه الفعالية. وفي مشاهد تفطر القلوب عرضت سلسلة مواد مسجلة تحكي مأساة الشعب الفلسطيني والمصاعب التي يتعرض لها. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء الفعالية: لم تكن فلسطين يوما أرضا بلا شعب، عشنا فيها نحن الفلسطينيين منذ أن عمرها أجدادنا العرب الكنعانيون قبل أكثر من 5000 عام. وتشير سجلات الأونروا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ نحو 6,400,000 شخص. وقد تفاعل المغردون مع وسم النكبة، فغردت جنى محمود أن استعادة الأمم المتحدة ذكرى النكبة تؤكد أن الحق يعلو ولو طال الزمن، وأشارت إلى أن إسرائيل كيان غاصب يرفض الاعتراف بإجرامه على الرغم من أن عيون العالم بأسره ترى على حد تعبيرها. وعلق محمد الذهب كاتبا أن فلسطين في وجدان العالم الحر، واليوم وفي قاعات الأمم المتحدة يتم استعادة ذكرى النكبة، وهو موقف يدعم الفلسطينيين بشكل معنوي. أشار ميسان ملال إلى أن عدم حضور الدول الغربية في هذه المناسبة كشف عورات كل من يتبجح بالحرية وحقوق الإنسان. وأكد وليد كبير أن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والاستقلال وفي العودة وإرساء دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريفة. أما محمود رجب فكتب: أجيال الفلسطينيين ما تزال تتذكر سنوات النكبة، الله يكون بعونهم. مؤلم جدا أن يعيش الإنسان خارج بلده بسبب الاحتلال أو الغزو. وسم النكبة حقق تفاعلا وصل إلى 1,300,000، أما التعليقات عليه فبلغت 317,000، والمشاركات ناهزت 3,000 مشاركة. أما ذروة التفاعل مع هذا الهاشتاج فسجلت يوم الاثنين 15 مايو أيار من خلال 584,000 مشاركة وتعليق. لمزيد حول هذا الموضوع نرحب معنا من عمان بالسيد معين الطاهر، وهو منسق مشروع بحث وتوثيق القضية الفلسطينية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا وسهلا بك معنا سيد معين. إذن الأمم المتحدة انتظرت 75 عاما لتحيي ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني. أتوقف معك بداية عند أهمية هذا التوقيت، وما هي العوامل التي دفعت باتجاه إحياء هذه الذكرى على المستوى الأممي؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. قرار الأمم المتحدة أو بالأحرى الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحياء ذكرى النكبة واعتباره مناسبة سنوية هو في الحقيقة، لا أستطيع أن أقول مراجعة، ولكن ربما نوع من الشعور بمدى فداحة الظلم الذي حاق بالشعب الفلسطيني. مشكلتنا مع الأمم المتحدة هي أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات أيضا المنظمات الأخرى التي يكون لأعضاء أو للدول الأعضاء بالجمعية العامة قوة تصويتية كبيرة، ولا يكون للدول الكبرى تأثير على هذه القرارات، أن هذه القرارات في العادة تأتي لصالح الشعب الفلسطيني. هنالك في قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947 وحتى الآن أكثر من 1,000 قرار لصالح الشعب الفلسطيني، لا يوجد قرار واحد لصالح الكيان الصهيوني في فلسطين. ولكن المشكلة ليست في هذه القرارات ولا في هذه التوصيات، وإنما
المشكلة تقبع في أنه لم يجري تنفيذ قرار واحد من مجمل هذه القرارات. تحال بالعادة القرارات الأساسية إلى مجلس الأمن، وهنالك تصطدم بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن. ونحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 95% من استخدامها لحق الفيتو كان في مسائل تتعلق في القضية الفلسطينية، وليس في مسائل أخرى تتعلق بالأمن أو السلم العالمي أو قضايا ومنازعات دولية أخرى. ومع ذلك أنا أعتقد أن هذا القرار قرار مهم، قرار يعيد التذكير بأن هذه النكبة هي نكبة مستمرة، النكبة ليست إذن فعل سيد معين يوم واحد النكبة مستمرة. حدث في عام 1948، وإنما هي شيء مستمر. نعم مستمرة، لكن كيف يستفاد فلسطينيا من هذا النجاح الدبلوماسي الكبير؟ يأتي يعني رغم عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، لكن يأتي ليطعن بالرواية الإسرائيلية وليثبت مصطلح النكبة للإشارة على كافة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين. نعم، هي مناسبة هامة لتوضيح القضية الفلسطينية للرأي العام الدولي، للتغلب على الدعاية الصهيونية المضادة. ولكن أنا أظن أن العامل الحاسم في هذا الموضوع لن يعود إلى قرارات الأمم المتحدة وحدها، وإنما يعود إلى المتغيرات التي تحدث، العاملين، العامل الأول المتغيرات التي تحدث في داخل الكيان الصهيوني، والعامل الثاني هو الوعي الفلسطيني بضرورة استخدام هذه المتغيرات وفضح ما يحدث. ما يحدث الآن في فلسطين تجاوز حتى موضوع هذه النكبة المستمرة. في فلسطين المحتلة الآن نظام، آخر نظام في العالم للأبرتايد والتمييز العنصري. هنالك نظام أبرتايد وتمييز عنصري مكتمل الأركان، وهو بالمناسبة ما أشارت إليه أيضا تقارير للأمم المتحدة، أن إسرائيل، وذلك منذ عدة أعوام، أن إسرائيل هي دولة أبرتايد وتمييز عنصري، وأن هذا يعاقب عليه القانون الدولي، لا يعاقب فقط دولة الاحتلال أو دولة الكيان الصهيوني، وإنما يعاقب أيضا كل من يتواطأ وكل من يصمت وكل من يتعاون وكل من يساعد في ذلك. أنا أظن أن أحد أهم الوسائل النضالية الآن لدى الشعب العربي الفلسطيني ولدى الأمة العربية هو فضح إسرائيل باعتبارها دولة أبرتايد وتمييز عنصري، والعمل على تعميق عزلتها الدولية. كيف وما يحدث ذلك في داخل المجتمع سيد الصهيوني معين الآن من قوانين عنصرية؟ يعني كيف يقاس هنا مدى فاعلية الاحتلال في تمرير هذه الأكاذيب وطمس كافة الحقائق منذ 75 عاما، علما أنه المنظومة الإسرائيلية تنفق مليارات الدولارات على الدعاية من أجل تحسين صورتها وسمعتها والاستيلاء على كافة الوسائل الإعلامية في العالم؟ نعم، لا شك أن الإعلام الصهيوني هو إعلام مؤثر في العالم الغربي بشكل عام، ولكن أنا أظن أن ما علينا أن نتوجه إليه ليس هي تلك يعني المنابر أو الأبواق الإعلامية التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني. نحن ما علينا أن نتوجه إليه هو قطاعات الشباب، قطاعات الأكاديميين، قطاعات النساء، المناصرون للقضية الفلسطينية. بالمناسبة، على سبيل المثال، نحن نعرف جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية بها أكبر تجمع للمواطنين اليهود، الأمريكان اليهود، عدد الأمريكان في الولايات المتحدة الأمريكية يعني يكاد يناهز عدد اليهود في داخل دولة الاحتلال. ولكن في الإحصائيات الأخيرة هنالك 60% من الشباب اليهود، حتى اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية، يدينون سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة. وفي الجامعات الأمريكية نلاحظ أنه، وفي الجامعات الأوروبية أيضا نلاحظ أن هنالك في الأوساط الأكاديمية وفي الأوساط الطلابية هنالك اتجاهات متنامية ومتصاعدة تدين نظام الأبرتايد والتمييز العنصري في الكيان الصهيوني. أيضا هناك العديد الصهيوني من المنظمات لكن الحقوقية مع ذلك حول أنا أظن العالم. أن ما يعتمد عليه الإسرائيليون أساسا هو عامل القوة. فضل.
العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم أدانت نظام الفصل العنصري وهي تدعو لمحاربته. ما هي الخطوات هنا المرجوة باعتراف للدفع للاعتراف من قبل مزيد من الدول، خاصة الدول الكبرى الدول المؤثرة بسياسات الفصل العنصري، لأنه حتى الآن لم نصل إلى هذه المرحلة؟ نعم، نحن حتى الآن لم نصل إلى اعتراف دول، ولكننا وصلنا إلى درجة كبيرة من اعتراف نقابات عمال، نقابات أكاديمية، طلاب، جامعات، مؤسسات مجتمع مدني. هنا أود أن أشير أن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا السابق لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية بأن ما يحدث في جنوب إفريقيا نظام فصل عنصري، سوى في السنة الأخيرة نعم. يعني، يعني وكان هذا هي يعني القشة التي قسمت ظهر البعير وأنهت هذا النظام بشكل نهائي. وقبل ذلك يعني وعلى مدى أعوام طويلة من النضال تسابقت الحكومات الأخرى نعم. على الاعتراف بأن ما يحدث في جنوب إفريقيا هو نظام فصل عنصري. يعني على سبيل المثال، أنا رأيت قبل أيام ندوة في البرلمان الأوروبي وفي البرلمان الإيرلندي يعني يتحدثون بصراحة الآن على أن ما يحدث هو نظام فصل نعم. عنصري، بل ويطالبون بطرد السفير الإسرائيلي مثلا من إيرلندا الشمالية. أنا أظن أن هذا اتجاه متصاعد، ولن تستطيع لا القوة ولا الغطرسة نعم. أن يعني تحيق به. وأنا أظن أن أمام الشعب الفلسطيني والأمة العربية فرصة ذهبية بالاستفادة مما يحدث في داخل الكيان الصهيوني نعم. حاليا من انقسامات تكشف بوضوح طبيعة هذا الكيان العنصري. تبقى معنا سيد معين، ونرحب سوية بمجموعة من الضيوف ينضمون إلينا عبر شبكة زوم. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأبدأ معك مصطفى الزعبي، صحفي من الداخل الفلسطيني، فلسطينيو الداخل أو فلسطينيو 48، يعني كانوا شاهدا حقيقيا على هذه النكبة وبقوا في أرضهم بعدما أقامت إسرائيل دولة على هذه الأرض، وبالتالي أنتم ربما رسالة مباشرة ضد النكبة. كيف يمكن إيصال هذا الصوت بشكل أكبر؟ نعم، أهلا بك وبجميع المشاهدين أهلا بك. وبضيوف الكرام. يعني الفلسطينيون بالداخل يعني ما زالوا يعيشون مع هذه النكبة، النكبة المستمرة منذ 75 عاما حتى يومنا هذا. لكن يعني دورهم يعني أكثر استراتيجيا من باقي تجمعات الفلسطينيين في العالم وفي فلسطين التاريخية بشكل عام، حيث نتواجد يعني داخل دولة الاحتلال أو في يعني في جميع مرافق الحياة من تعليم وعمل ويعني مجالات أخرى. الفلسطينيين بالداخل يعني ما زالوا منذ 75 سنة أو عام يعني يستمرون في نضالهم ضد دولة الاحتلال، ضد الممارسات ضدنا في البلاد والمضايقات ومنعنا حتى من التقدم في الحياة في مختلف مجالات حياتنا العملية والمهنية وحتى الحياة الاجتماعية الطبيعية. يعني الفلسطينيون على عدة محطات في تاريخنا منذ عام النكبة، هناك تطور واضح يعني وملحوظ في طريقة النضال والنتائج حصلنا عليها، وآخرها كانت هبة الكرامة في أيار مايو عام 2021 يعني التي انتفض الداخل بشكل كامل ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاهنا في البلاد وتجاه أهلنا في القدس وتحديدا حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك. الهوية الفلسطينية في الداخل كانت في فترة من الفترات يعني في الثمانينات والتسعينات كان هناك فتورا في هذه الهوية أو يعني غير واضحة الملامح، لكن بعد سنوات الألفين وأكثر بعد هبة الكرامة الهوية باتت واضحة جدا. الشعب بات يريد ما يعرف بشكل أكبر، وخصوصا الأجيال الشابة التي وعيت وفهمت القضية بشكل آخر، وطبعا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها والإعلام كان هناك يعني رواية أخرى مبسطة وواضحة جدا تم نقلها لهذه الأجيال التي يعني باشرت في العمل من خلال الشارع ومن خلال يعني أمور أخرى وأساليب أخرى تجاه قضيتنا وللنضال من أجل القضية الفلسطينية في الداخل. طبعا الفلسطينيين بالداخل يعني في سنوات مثلا الثمانين كان ممنوع رفع العلم الفلسطيني، اليوم نشهد رفعه في كل الأماكن في البلاد،
وحتى مع المنع مؤخرا من وزير الامن القومي المتطرف بن كبير، الذي يعني اوعز للشرطه بامر منع رفع العلم الفلسطيني في البلاد، لكن الشبان والمتظاهرون في كل مكان ما زالوا يرفعونه. وصلت يعني الفكرة مثال مصطفى، طبعا. وأشكرك جزيل الشكر إلى علاء خليل، وهو صحفي وناشط فلسطيني مقيم في ألمانيا. أهلا وسهلا بك معنا. يعني العام الماضي الشرطة الألمانية منعت عدد من المظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين، كما نفذت سلسلة من الاعتقالات بحق بعض المحتجين بحجة أن هذه المظاهرات قد تكون معادية للسامية. كيف حلت ذكرى النكبة هذا العام؟ هل يبدو المشهد مختلف اليوم مع إحياء الذكرى من قبل الأمم المتحدة؟ تحية لك ولمشاهدينا الكرام، ونبرق بالتحية طبعا لأرواح شهدائنا الذين قضوا في العدوان الأخير على قطاع غزة، وهو جزء كبير من النكبة المستمرة حتى الوقت الحالي على شعبنا الفلسطيني. حقيقة النكبة الفلسطينية بدأت عام 1948، لكنها ما زلنا نعيش نكبة تلو النكبة في سلسلة لا تنتهي فيها النكبات. بالنسبة لما يحدث في ألمانيا، للأسف الشرطة الألمانية في العاصمة برلين لم تمنح أو أوقفت المظاهرات المنددة لم تسمح الشرطة الألمانية في العاصمة برلين من المظاهرات التي كانت من كل سنة معتمدة لدى الجالية الفلسطينية وأصدقائه من الألمان أو الجالية العربية المسلمة، لأسباب بررتها بأنها تخوفها من معاداة السامية وأعمال العنف أو غيرها. ولكن أنا أجد أن هذه التبريرات غير منطقية وغير صائبة. السبب أنه لا يمكن محاكمة الناس على نواياهم. الجالية الفلسطينية جالية يعني تنصاع للقوانين الألمانية، وهم بالأصل ألمان من أصول فلسطينية ويعرفون القوانين الألمانية. الفقرة الخامسة من القانون الألماني، من القانون الأساسي الألماني، نص على بشكل واضح على حرية التعبير وعدم تقييد ذلك في كل الوسائل. أنا أجد في ذلك جزء من تقييد حرية الرأي وحرية التعبير بما يخص الشعب الفلسطيني والمؤيدين للقضية الفلسطينية، بمقابل يعني هذا السعي لحجب الرواية الفلسطينية مقابل دعم الرواية الإسرائيلية في الوقت الحالي. والأسف الشديد أنه منع هذه المظاهرات لا يعني أن الشعب الفلسطيني سوف ينسى. قديما كانوا يقولون بأن الكبار سوف ينسون، الكبار سوف يموتون، الصغار سوف ينسون. نحن إنه الجيل وراء الجيل لم ينسى، بالعكس زاد تمسكه بالفعل، بهذه وهذا ما القضية. نشهده. أشكرك علاء خليل، وإلى فارس أحمد وهو صحفي فلسطيني مقيم في لبنان. أهلا وسهلا بك معنا. كثيرة هي الرسائل التي مررها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأمس، كيف يمكن البناء عليها برأيك؟ يعني رسائل الرئيس عباس كانت في معظمها رسائل إنسانية، رسائل وجدانية، والبعض منها كان يذهب الاتجاه السياسي. بالنسبة إلى الشارع الفلسطيني، يعني تعود على مثل هذا النوع من الرسائل السياسية الممزوجة بالعاطفة الوطنية، ولكن المهم هل تلقفها المجتمع الدولي الحاضرون في قاعة الأمم المتحدة لهذه الرسالة؟ أعتقد أن اليوم حاول الرئيس عباس أن يبعث برسائل واضحة، رسائل لا لبس فيها، شفافة إلى المجتمع الدولي، بأنه آن الأوان للشعب الفلسطيني أن يتحرر، وآن الأوان لهذا الاحتلال أن يترك الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. ولكن أعتقد كما أسلف ضيفك العزيز في البداية بأن أكثر من 1000 قرار تم إصدارها من الأمم المتحدة ولم ينفذ منها أي قرار. أعتقد كل الخطابات التالية التي ستكون خطابات سياسية بحت، لن تستطيع الأمم المتحدة ولا كل الزعماء، طالما هناك فيتو أمريكي وبريطاني وفرنسي على القضية الفلسطينية، فلن يكون هناك أي إنصاف للقضية الفلسطينية. نحن نتكلم عن مبادرات نعم، ونتكلم عن دورات أممية الواحدة تلو الأخرى وقرارات يتم اتخاذها بخجل، ولكن أين هذه القرارات
لم ولن تنفذ. نحن نبحث الآن كشعب فلسطيني عن آلية لتنفيذ هذه القرارات، يعني أكثر من 75 سنة وإحنا ننطر، كان في الداخل أو في الشتات، حتى يتم إنصافنا من الأمم المتحدة. هذا لا يكفي، أعتقد أن الحل الأول والأخير بيد الشعب الفلسطيني، ومن ثم القرارات الدولية، لأنه اليوم الشعب الفلسطيني هو نعم. صاحب القرار، هو صاحب المبادرة، هو صاحب الأرض، هو الذي تم احتلال بلداته وقراه ومدنه، نعم. وهو الذي تم تجريد وتشريد شعبه إلى كل بقاع الأرض. شكرا لك فارس، وأعود إليك سيد معين الطاهر. الحركة الصهيونية وطيلة العقود الماضية حاولت يعني تشويه الصورة وتمرير أن فلسطين كانت قاحلة وبلا حياة قبل النكبة، في حين أنها كانت تسخر بالفن، بالثقافة، بالحركة التجارية النشطة، وكذلك الحركة السياسية. ربما هنا اليوم تأتي أهمية الأرشيف، كيف يعمل على الاستناد عليه، على جمعه ربما، وما أهمية مشاركة كافة الفلسطينيين في الداخل والخارج في ترسيخ هذا الأرشيف؟ نعم، لا شك الشعب الذي لا يمتلك ذاكرة يموت، ولكن شعبنا الفلسطيني ذاكرته حية بالتأكيد، وتتناقلها الأحفاد عن الأجداد. لا أحد يستطيع على الإطلاق أن يقول أن فلسطين قبل تأسيس دولة الكيان الصهيوني كانت يعني صحراء أو قاحلة أو إلى آخره. هنالك عملة فلسطينية وطوابع فلسطينية ودائرة بريد وبرق وهاتف وجواز سفر فلسطيني وصحف فلسطينية، صحف مثلا صحيفة فلسطين على سبيل المثال في التي كانت تصدر في يافا، هي تصدر باستمرار منذ عام 1902، يعني من أيام العهد العثماني في فلسطين. حيفا ويافا كانت أهم من ميناء بيروت، كانت كل التجارة والسفن والبواخر تأتي إلى ميناء يافا، ومنه تتوزع على بقية موانئ البحر الأبيض المتوسط. التعليم الفلسطيني، المدارس الفلسطينية. لذلك نلاحظ أن من أسباب يعني صمود وبقاء الشعب الفلسطيني بعد النكبة أن نسبة المتعلمين الكبرى التي كانت موجودة والتي ذهبت إلى دول الخليج نعم. العربي وساهمت في النهضة التعليمية أيضا في الأردن، في العراق، المناهج العراقية بالمناسبة في الثلاثينات من هذا القرن يعني ألفها فلسطينيون. في الكويت على سبيل نعم المثال الحاج أمين الحسيني أرسل بعثة تعليمية بناء على طلب الشيخ جابر في ذلك الوقت في نهاية العشرينات. فلسطين كانت دولة مزدهرة، ربما كانت من أكثر الدول، من نعم أكثر الأقاليم المزدهرة في بلاد الشام بأسره. أشكرك جزيل الشكر على معلوماتك القيمة معين الطاهر، منسق مشروع بحث وتوثيق القضية الفلسطينية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وشكرا لكم ضيوفنا عبر شبكة زوم.